عاملين ايه؟ ماما بركه بتسلم على حبايبها، بتقول لكم يا رب تكونوا في اتم الصحه واتم حال، وكل سنه وانتم طيبين. انا عملت اكل تقيل كتير، فانا قلت بقى يعني برضه اعمل ايه كمطبه شعبيه كده، الشتا داخله تدفي العيال وتدفينا في اي وقت نقوم نعملها، حبه رز بعدس، حبه مسقعه، حبه بطاطس، حبه حاجات كده في البيت، الدنيا شتا ونعملها في اي وقت، وسهله ومتبسطه ومش تقيله. وبالصلاه على النبي، الدنيا عايزه ده وعايزه ده، عايزه التقيل والخفيف وكل حاجه. بالصلاه على النبي، ماما بركه النهارده هتعمل كشري اللي بيقولوا عليه اسكندراني، وطبق سلطه غني هيكمل الوجبه. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا صباح الخير، صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. ماما بركه بتسلم على حبايبها وتصبح عليكم. النهارده بالصلاه على النبي هنعمل وجبه برده شعبيه، يعني اعمل لكم كم وجبه شعبيه كده، ايه برده ايه الدنيا شتا وبسيطه ومش مكلفه، يعني نعمل ده ونعمل ده، بس يعني برده الشعبي برده ايه نعمله. بالصلاه على النبي، دي سلطه خضر، مكونات السلطه قوطه، فلفل بهذا الشكل اهو، رومي، ليمون، بنجر، جزر، خيار، كزبره مخرطاها مجهزاه. هنعمل رز بعدس النهارده، رز بعدس يعني كشري، الكشري اللي بيقولوا عليه اسكندراني. هنعمل سلطه خضراء وكشري اللي هو اسكندراني، مكعبين شوربه، العدس، الرز، ملح، شطه، فلفل اسمر، بزيت، مخرطه بصل. تعالوا نشوف. صباح الخير، صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ماما بركه بتصب على حبايبها وبتسلم عليكم. والنهارده باذن الله برضو هنعمل اكله شعبيه. الاكل الشعبي حلو، يعني مش مكلف وبرضو حلو ومفيد ومغذي. النهارده هنعمل طبق سلطه خضراء بمكوناته كله، جزر، قوطه، خيار، بنجر، ليمون، فلفل بقى الحار، تحبي رومي، تحبي اللي تحبيه انت، الفلفل بحريتك، كزبره خضراء مخرطاها. بالصلاه على النبي، الرز والعدس ومكعبين شرب والملح وشطه وفلفل اسمر والزيت. تعالوا معايا نشوف اهي. هنحط زيت كده. بالصلاه على النبي، طبعا الكشري الاسكندراني ده بيتعمل بايه؟ بزيت. انا حطيت الزيت اهو على البصله، هقلبها شويه برضو عشان الفيديو ما بقاش طويل، على مغسل الرز والعدس، واما اجي اسقطه اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاه على النبي، البصله هي انا مش عايزاها تحمر قوي عشان تبقى مسكره، يعني هي داخله على ذهب هي. بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي مكعب شوربه عشان تبقى حلوه ومسكر، وادي المكعب الثاني اهوت. بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، رز وعدس مغسولين اهو. حبة فلفل اسمر، بدل ملح بشطه بقى ملح ابيض اهو. بالصلاه على النبي، هقلبه شويه واوريكم. الصلاه على النبي اهو، حلوه الاكله دي برده، مغذيه حلوه ومش مكلفه قوي، يعني نعمل ده ونعمل ده برده عشان المدارس والمصاريف، نعمل الغالي والرخيص. بالصلاه على النبي، وحلوه ايه الكشري الاسكندراني ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. عبال الرز ابو عدس ما يستوي هكون عملت سلطتي. طبعا الوجبه دي يا دوب هو الرز ابو عدس والسلطه، احضر السلطه على بال ما الرز يستوي واوريكم الوجبه يا حبايبي، خليكم معايا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الرز اهو خلصته وخلصت السلطه، هغرف واوريكم الوجبه الشعبيه بتاع ماما بركه، برده هتعجب حبايبها، خليكم معايا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ماما بركه بتسلم على حبايبها. والنهارده هنعمل وجبه حلوه شعبيه، انا عملت وجبه شعبيه حلوه، رز بعدس اللي هو بيقولوا عليه ايه الكشري الاسكندراني، رز بعدس وطبق سلطه بقى حلو مكمل الغذاء، بنجر،
جزر، بصل اخضر، كزبره، قوطه، يعني في شويه محتويات يكملوا الوجبه الغذائيه. هو رز بعدس بس طبق السلطه ما شاء الله حلو غني، في كل حاجه، في الفيتامينات كلها، في فلفل رومي، فلفل حار، بنجر، كل حاجه فيه. بالصلاه على النبي، ماما بركه كده خلصت وجبتها وهتعجب حبايبها. وجبه شعبيه حلوه سهله ومش صعبه ومتهاوده، ونعمل ده ونعمل ده. وماما بركه بتقول لحبايبها تعالوا كلوا عند ماما بركه الكشري الاسكندراني، وهتعجبكم وجبه ماما بركه باذن الله. ان شاء الله تعجبكم، واللي تعجبه بقى وجبه ماما بركه يقول لي. لحسن عيالي كانوا بيقولوا لي ما تعملهاش، قولوا لي حلوه ولا مش حلوه، وتعالوا اتغدوا عند ماما بركه. وماما بركه بتقول لحبايبها تعالوا دوقوا الغدوه بتاعت ماما بركه، والله تعجبكم تحفه. بالصلاه على النبي، هي بسيطه وحلوه. وبالصلاه على النبي، مستنياكم في الفيديو الجاي.